المؤسسة كانت بثلاثة أربعة خدامين، اليوم راهي قريب واحد يعني 55 عامل. هذا التثمين يعني يبدا من كما نقولوا من الا للزاد، يعني المؤسسه تاعنا دركا راهي تقوم تقريب واحد السبعه عمليات، يعني من الفرز حتى الاخر عمليه اوبيراسيون يعني اللي تخرج الماده يعني كما نقولوا للمنتج يعني كليون فينال. ما رحناش مباشره في هذا المجال هكذاك يعني بدون توجيهات ولا بدون يعني تكوين ولا. المواد تاع البلاستيك هي مواد ذات نوعية، كل مادة والنوع تاعها، يعني اللي ما يتكونش وما يتخصصش وما يكونش على دراية على علم يقدر يعني راح يواجه مشاكل ويلقى بزاف صعوبات. الور يعني التكوين البرامج اللي كنا نديروهم على في الوكالة كانت خاصة في هذا المجال، يعني المجال تاع تثمين النفايات بطريقة علمية بطريقة نظامية. يعني المؤسسة يعني كانت سنويا تخدم ما يقارب 200 طن، الآن لحقنا حتى 1200 طن، يعني ماشي كمية سهلة. لما نتكلموا على برامج أو استراتيجيات متعلقة بتسيير النفايات على المستوى الوطني، نتكلموا على الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتسيير المدمج لنفايات أفاق 2035. إذن من أهم أهداف هذه الاستراتيجية هي أنها ترمي إلى الحد من إنتاج النفايات، ثم فرزها إذا ما تم إنتاجها أو تخليفها من قبل المواطن. من الأهداف كذلك هي تثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها لتصل نسبة التثمين إلى 30%، 30% كذلك بالنسبة للنفايات لتثمين النفايات الخاصة والخاصة الخطرة، نعد معها نفايات المستشفيات، نفايات المصانع وغير ذلك من النفايات الخاصة. هذه الاستراتيجية هي تهدف إلى تشجيع الشباب للاستثمار في كل ما هو استرجاع ورسكلة لمختلف أنواع النفايات. كمية النفايات المخلفة من قبل المواطنين سنويا هي 12.6 مليون طن، يعني يتم حاليا تثمين فقط 9.83% منها وهي نسبة قليلة، إلا أنه حاليا في الجزائر بالإمكان أننا نقول أننا نتوجه في الاتجاه الصحيح. إذا قمنا بمقارنة ما بين سنة 2022 تم إحصاء 15,000 مؤسسة لتثمين النفايات لتبلغ في سنة 2023 الـ 32,000 مؤسسة خاصة بتثمين النفايات. وزارة البيئة والطاقات المتجددة صممت من خلال الوكالة الوطنية للنفايات قاعدة إلكترونية تعنى بكل ما هي تبادلات متعلقة بتثمين النفايات، هي بورصة للنفايات الصناعية. هذه البورصة يتم فيها طرح مختلف النفايات المخلفة من قبل المصانع في هذه المنصة ليتم الاطلاع عليها من قبل المراسكلي ومثمنين النفايات في الجزائر، ليكون هناك تبادل سلس لهذه الأنواع من النفايات.